بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى. الدرس 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس جديد من دروس شرح أحاديث الصيام من كتاب المنتقى للإمام المجد عبد السلام بن تيمية الحراني. ضيف اللقاء وفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. من الأحاديث الواردة في العشر حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحراها ليلة 27، أو قال: تحروها ليلة 27، يعني ليلة القدر. رواه أحمد بإسناد صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين. في الواقع أن كل ليالي رمضان يمكن أن تكون هي ليلة القدر، ولكن أحرى ما تكون في العشر الأواخر من رمضان، وأحرى هذه العشر ليلة 27، أي أرجح الليالي تحريا لليلة القدر. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل الحديث، أنها ترجى في ليلة 27. فالمسلم يجتهد في هذه الليلة بما تختص به من فضل، يجتهد في الصلاة والدعاء والعبادة، فإنها العمل فيها خير من ألف شهر، خير من العمل في ألف شهر، وهذا فضل عظيم لمن وفقه الله. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله أن يوفقني فيها لليلة القدر. فقال: عليك بالسابعة. رواه أحمد. نعم. وهذا الحديث الذي قبله، أن أرجى ما تكون ليلة القدر ليلة 27، السابعة يعني من العشر، الليلة السابعة يعني من العشر الأواخر، وهي ليلة 27. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط في قبة تركية على سدتها حصير، فأخذ الحصير بيده فنحاها في ناحية القبة، ثم أطلع رأسه فكلم الناس فدنوا منه، فقال: إني اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط ثم أوتيت، فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. قال: وإني أوريتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في طين وماء، فأصبح في ليلة 21 وقد قام إلى الصبح، فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاة الصبح وجبينه فيها طين والماء، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر. متفق عليه. نعم. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، والخلوة في مكان من المسجد، في مكان مستور، إما في حجرة من المسجد، وإما في خيمة، أو من وراء حصير أو خباء يضرب للمعتكف ليخلو بربه عز وجل. الاعتكاف عبادة، عبادة عظيمة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم
ويقتدي به أصحابه ومن جاء بعدهم الاعتكاف، فهو سنة مؤكدة خصوصا في العشر الأواخر من رمضان. كان صلى الله عليه وسلم من حرصه على مصادفة ليلة القدر أنه كان يعتكف العشر الأول من رمضان، ثم صار يعتكف العشر الأوسط، ثم أتي فأخبر أنها في العشر الأواخر، فنقل اعتكافه صلى الله عليه وسلم إلى العشر الأواخر وجاء ليلة القدر. والاعتكاف هو الخلوة لطاعة الله عز وجل، لا يخرج إلا لصلاة الفريضة أو لما لا بد له منه من وضوء ونحوه. وأما ما يسمونها الاعتكاف الجماعي الآن فهذا خلاف السنة، لأن الاعتكاف كل فرد يعتكف خاليا عن الناس ولا يعتكف أكثر من واحد في مكان واحد، لأنهم يشغل بعضهم بعضا، وهذا خلاف السنة. فينبغي أن يعلم هذا، وأن الاعتكاف ليس جماعيا وإنما هو انفرادي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن أيضا مما ترجى فيه ليلة القدر ليلة 21، الليلة الأولى من العشر 21، فهي في الأوتار، يعني ليلة القدر ترجى في الأوتار 21 23 25 27 29 في الأوتار، هذا معنى الأوتار. والعدد الفردي يقال له وتر، خلاف العدد الزوجي هذا يقال له شفع. فهذا الحديث فيه أيضا أنها ترجى ليلة 21. ومن علامة ذلك ومما يرجح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أراني أسجد في صبيحتها على ماء وطين، يعني وكف العريش، لأن مسجده صلى الله عليه وسلم كان من عريش النخل مسقوفا بالسعف والجريد، فأمطرت السماء فوكف المسجد وأصاب المصلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصار فيه أثر الماء والطين، وسجد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 21. فهذا مما يدل على أنها ترجى أيضا في 21 من الشهر. وفي الواقع أن كل أوتار العشر الأواخر أنها كلها محتملة أنها ليلة القدر، ولكن بعضها أرجح من بعض في التحري. نعم. شكر الله لكم وفضيلة الشيخ، بارك الله فيكم على ما بينتم في شرح هذه الأحاديث المباركة في باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان. تقبلوا في الختام تحيات زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.